الحشرات بدلا من المبيدات الحشرية إنه هدف شركة بيتوب الواقعة في منطقة الدروم الفرنسية. منذ شروعها في الإنتاج الصناعي في الثمانينات تنتج مختبراتها اليوم أكثر من 200 مليار حشرة سنويا، في الوقت الذي أصبح فيه احترام البيئة مركز الاهتمامات تجذب هذه المكافحة البيولوجية عددا متزايدا من المستهلكين المعنيين بالبيئة. Alors on a essentiellement trois cibles, la cible des vrais professionnels, des agriculteurs, mais on a aussi لدينا ثلاثة أهداف رئيسية، فنستهدف المهنيين الحقيقيين والمزارعين، ولكن أيضا كل من لديه مساحة خضراء والبلديات، وهي سوق تنمو بقوة وأيضا سوق استهلاكية التي تتطور بسرعة، فالطلب مرتفع جدا على هذه البدائل. سيريل فينو من أتباع هذا المحل هو مزارع ينتج الفاكهة والخضروات العضوية في المنطقة، ومنذ 5 سنوات يستخدم الحشرات المفيدة لحماية محاصيله. On a en fait on a le bourdon qui le bourdon pollinisateur donc qui nous sert à polliniser donc moi que je lâche sur fraises et sur tomates. لدينا النحل الملقحة التي نستخدمها للتلقيح والتي أطلقها على الشجيرات الفراولة والطماطم. ثم نحرر الحشرات المفيدة التي من شأنها أن تأكل الحشرات الضارة. وتقدر نفقة هذه الحماية الطبيعية ب100 يورو لمساحة زراعية بطول 600 قدم بديلا من المبيدات الحشرية الكيميائية، ولكنه طبيعي بالكامل. يكلف أكثر قليلا من المواد الكيميائية، ولكن النتيجة جيدة. إذا نظرنا إلى صحتنا أيضا فليس لها ثمن. اليوم شركة نيوتوب أصبحت رائدة في السوق الفرنسية، وهي توظف 40 شخصا، وتبلغ مبيعاتها السنوية 5 ملايين يورو، كما أنها تغذي مشاريع هائلة في المستقبل كزراعة نوع من الفطر من شأنه قتل الحشرات الضارة. ولا نستبعد فكرة إنتاج حشرات للأكل يوما ما. Il y a les championnats d'athlétisme, la Bourgogne.